لا ما عادش في الصاله ليه؟ عايزه في موضوع مهم. ايه هو الموضوع؟ منى مالها؟ الرجاله كلهم بيجروا وراها. علي النعمه دي لو نزلت سوق النسوان ما تتسعر بنكله. انت تفهميني الاول، ولو اتفهمنا هتكسبي كتير قوي. عايز مني ايه؟ قولي ايه المطلوب؟ انت تروحي لمنى، انتوا ستات زي بعض وتقدري تقنعيها. فهميها ان الكرة في ملعبي، وهي ذكية هتفهم كل حاجة على طول. حاسب من دولار يا شاوي، عمل ده كله عشان يتجوزها. دولار ده نوسة، ده احنا نخلص منه بحركة واحدة. يا حبيبي ده نجوى ازرق. وانا شاوي يا نوسة، وابو الشوق لما بيعوز حاجة بياخدها، يا اما بالذوق يا اما بالعافية. انتي ما تعرفنيش ولا ايه؟ نعم، انت ايه اللي جابك هنا؟ تسمحي لي ادخل؟ جايبالك السعد والهنا، طاقة القدر اتفتحت لك. الله الغني، مش عايزة أي حاجة تيجي من ناحيتك. شوقي بيه عايزك. شوقي بيه بتاعك ده ما يلزمنيش في أي حاجة. ده عايزك بالحلال. يتجوزني؟ ليه لا؟ ومحمد؟ شوقي بيه ممكن يبني لك بدل المسرح 10، ويعمل لك بدل الشريط 100. بس انا بقولك بحب محمد. الله، وانا قلتلك اكرهيه؟ بس خدي شوقي سلم يوصلك للمجد اللي بتحلمي بيه. غريبة. غريبة ليه؟ انا عمري ما كرهتك، بس الظروف ساعات بتحكم. يعني انت رأيك ان طبع شوقي لحد افتتاح المسرح بس، وبعد كده يسيب المسرح زي ما هو. المسرح حلمك وحلم محمد وحلم الحارة كلها. قلت ايه؟ تيجي معايا؟ قلت اه. صباح الفل يا شوقي بيه. صباح الورد والهنا والجمال. اتفضل يا دولار. ها جبت الأمانة؟ جاهز يا شوقي بيه. الدولارات دي معلومة المصدر؟ مصدر ايه يا شوقي بيه؟ ما انت عارف كل الناس عارفين الدولارات دي كلها من السوق السوداء. اه يعني الدولارات من السوق السوداء. ايوه طبعا. بتسأل ليه؟ لحسن تكون مزيفة ولا حاجة. قول عليك، احنا سمعنا كل حاجة وسجلنا كل حاجة. كده يا شوقي بيه مسيرنا نتقابل. طبعا هنتقابل يا دولار، ما انا لازم حظوره. اتفضل معايا. خلصنا من واحد، عقبال التاني. ادخل يا متهم. ايه يا عيال؟ يا عيال الدولار المشوي. اهلا دولار. دولار، عجبا عجبا، ما من دولار طار وارتفع إلا كما ارتفع في سوق المال وقع. إيه اللي جابك؟ لازم عملت عملة مهببة. حلوة. جيت ماشي ولا جيت في المرسيدس؟ جديدة أوي. جيت بالغد. عرفت إن الزمن دوار؟ عرفت إن الزمن دوار، وزي ما غدرت بينا غدر بيك، وصرت وحدي شريدة محطما. اهلا يا دولار، انا بقى اللي هجيب لك استرليني يوريك مقامك وينك علقه. ها فاهم ليرتك مش معديه. انا عارف ان انا غلطت وبعت اهلي وناسي ولاد حتتي، لكن هو ربنا اتامن. وناوي تعمل ايه دلوقتي يا دولار؟ اللي انا ناوي عليه ما اقدرش اعمله انا هنا. انا لازم اهرب، لازم اهرب ان شاء الله يوم واحد. متنساش ان انت غلطت كتير، نظف قلبك وحاول تنسى.
ارزق وانضف قلبي ازاي؟ يعني اسيب شوقي ياخد منك منى؟ لا لا، العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا. عجبا عجبا للانسان مهما افترى يجي عليه وقت ويجيب وراه. الله الله، ايه ده؟ ايه ده؟ وراك عصيه يا سلام. الله الله الله، كل شويه تري تري تري. يا عمر، اهلا اهلا اهلا. اهلا شوقي بيه، اهلا. طب بتهيألي انا اسيبكم عشان تعرفوا تتفاهموا، مش كده؟ وهو كذلك. عن اذنكم. فرصه سعيده يا نساء. باي باي. اتفضلي يا منى، اقعدي عشان نتفاهم. مفيش تفاهم قبل ما محمد وحسن ومزيكا يطلعوا من الحبس. محمد وحسن ومزيكا يطلعوا من الحبس، ماشي. ثانية، المسرح يفضل زي ما هو؟ في دي بقى لا. يبقى مفيش تفاهم. اسمعي يا منى، انا مديون بنص مليون جنيه، وما صدقت اتلميت على الارض دي عشان اسدد ديوني واعيش بقية عمري. في مليون طريقة تسدد بيها ديونك، لكن بيع المسرح لا. ده اخر كلام؟ ايوه. واذا ما وافقتش على كلامك يبقى حمش كده. ده انت جايه بايعه بقى. ابيع انا؟ اشتري انت يا شوقي بيه. موافق. والجواز يتم بعد الافتتاح. موافق، بس بشرط. ايه هو؟ انت ومامتك تقعدوا هنا في الفيلا من النهارده. ازاي؟ وانت؟ اقعد معاكوا طبعا. مرفوض طبعا. خلاص، اقعد في لوكاندا لحد يوم الافتتاح. موافقه. والبروفات؟ السواق هيوديك ويجيبك بالعربيه. اهلا محمد. انت ايه اللي جابك هنا؟ مش عارف ايه اللي جابني هنا. ايه هو اللي عرفه؟ اللي جابوك هنا ما قالولكش اني اتخطبت لشوقي؟ ايه؟ بتقوليها بالبساطة دي يا منى؟ الفيلا والعربية غيروا مبادئك؟ الحياة والحب والكفاح اللي كنت بتتكلمي عنه خلاص؟ محمد افهمني، مكانك في المسرح زي ما هو. مسرح ايه وبتاع ايه؟ انا عشانك اتنازلت عن كل حاجة. كمل ممكن اغني في الكبريهات واتقي شر الفقر والجوع. قول عشان نفسك، انت عارف كويس قوي ان الغنى في الكبريهات ده عمره ما كان هيفيدك، عشان كده خدتني سلم نطلع سوا. خرسي. ويكون في علمك لا انت ولا المسرح بتاعك بقيتوا تلزموني